حنا غير دابا حنا في المغرب الاقتصادي تا وصلوا الرياضه والرجاء البيضاوي عاد يحتاج التنويه ديالي راه نوهت به وراه المغاربه كلهم نوهوا به وجالس ما يبنوه بهش تاع الكلام الرجاء البيضاوي نجح لان المشوشين كانوا مشغولين عليه تاكل والله العظيم الا سولت واحد فيهم قال لي داكشي اللي قلت السن لا هو اللي انا جات الملك جزاه الله خيرا اللي بغى يكرمهم استدعاني باش نكون معاه وجات فرصه سولته قال لي داكشي اللي قلتي هو اللي كاين الرياضه المغربيه اللي غيكفوا المشوشين واظن ان الذين يشوشون في الرياضه هم الذين يشوشون في المجالات الاخرى هذوك الى تفرقوا مع الرجاء ومع مع الرياضه ومع الكره غنديروا الامور ممتازه الى ما كانتش معجزات ان شاء الله. وعطفا على ما تقدم قامت الحكومه بإلى اهميه بالغه لترشيد تنمط عيش الدوله وذلك من اجل توفير